للوحدة وللصمود على خيار المقاومة. هؤلاء الأبطال الذين سقطوا صباح اليوم وروت دماؤهم ثرى ضواحي القدس وثرى جنين القسام، إنما يبعثون رسالة لنا وللأسير البطل علاء الأعرج وللأسرى الأبطال الذين يضربون عن الطعام، منهم من قضى أكثر من 70 يوما مضربا، وعلى اقترب من 50 يوما، وآخرون أيضا لهم عشرات الأيام وهم مصرون ومصممون على أن يستمروا في نضالهم. نقول أعتقد أن شعبنا كله موحد خلف الشهداء وخلف الجرحى وخلف الأسرى وخلف الدفاع عن الأرض ومواجهة الاستيطان، وبوحدته وبصموده وبالتفافنا جميعا حول هذا الخيار ننتصر. النصر لشعبنا، المجد للشهداء، والحرية للأسرى، خصوصا هؤلاء المعتقلين الإداريين الذين يوجه الاحتلال تهما باطلة لهم لإبقائهم في السجون. النصر لشعبنا والحرية للأسرى والمجد للشهداء، وشكرا لكم. شكرا جزيلا للأستاذ عمر عساف. يعني يجدر الإشارة أنه إحنا في نقابة مهندسين في الضفة الغربية لدينا 13 أسير، 3 منهم يقضوا بالأحكام المؤبدة، 3 يقضوا أحكام تصل من 15 إلى 20 عام، و7 زملاء أيضا من ضمنها أخونا علاء الأعرج بالاعتقال الإداري. الكلمة الآن للزميلة المهندسة أسماء قزمار زوجة الزميل المضرب على الطعام علاء الأعرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك علاء، السلام على عليك والعز تاجك. سلام على جسدك المحجوب عن الشمس، سلام على روحك النضرة الداعية لأبسط مطالب الحرية في مكان لا يقدر على المطالبة بها إلا بهذه الطريقة. أسأل الله لك العافية وأن يردك سالما غانما في القريب العاجل. يا إخوان، علاء لم يخرج للإضراب ترفا ولا محبة في تجوع نفسه. لا أحد يجرب الإضراب مرة ويعود إليه مرة أخرى، إنما دخل هذا الإضراب ليضع حدا لمسار الغياب عن الأسرة والحياة. حسبنا دعانا علي القدير أن يرده سالما معافى. علاء في وضع صحي للأسف حرج، يعني ممكن نوصل في أيام لوضعه لأخبار عنه، لكن في أيام للأسف يعني ما بنقدر نوصل لأي معلومة ولا حتى لأي وين هو موجود. يعني ممكن صباحا يكون في عيادة سجن الرملة، مساء في المستشفى، وهذا شيء مقلق. يعني بين حين وآخر يعني ممكن يصير فيه تدهور كبير على صحته، خاصة إنه الأعراض اللي بيشكي منها علاء هي مش أعراض بسيطة ولا أعراض عرضية نحكي. فيعني شكراً لنقابة المهندسين على دعمها، لكن بدنا برضو دعم من المؤسسات القائمة على حقوق الأسرى الفلسطينيين والمضربين عن الطعام، ونعطيهم أولوية واهتمام أكبر. وشكراً لكم على وقفتكم، وحسبنا دعائنا فقط. شكراً. جزيل. نسأل الله الفرج القريب لأخونا على ولخمس أسرى المضربين عن الطعام ولجميع أسرانا وأسيراتنا الأبطال إن شاء الله. نسأل الله لهم الفرج القريب. الكلمة الآن للزميل أسامة طه رئيس فرع رام الله. تفضل زميلنا أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. للسجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دم الإيمان. للقيد يثني همتي، للقيد يثني همتي عن قصدها، للقمع، للتعذيب، للطغيان، سأظل عاصفة تهب عتية فيها المنايا السود والنيران. رحم الله شهداءنا، رحم الله شهداءنا، والحرية لأسرانا، أسرانا البواسل، من يعلمون أن طريق المقاومة والدفاع عن الحقوق هي الطريق لتحرير
وطننا. أيها الإخوة، أهلا وسهلا فيكم في هذه الوقفة التضامنية التي أقمناها هنا في نقابة المهندسين، والتي أعلننا أنها ستستمر بوقفات أخرى. بدأت في المنارة في يوم استلامنا أو ثاني يوم استلامنا للمجلس، واستمرينا في أكثر من وقفة تضامنية في طول كرم، في نابلس، الآن في رام الله للمرة الثانية. ما نقوم به هو القليل القليل بجانب التضحيات التي تقوم بها أسرانا. الحرية للمهندس علاء سميح الأعرج، الحرية لجميع الأسرى المهندسين وغير المهندسين، وإنها لثورة حتى النصر. يعطيكم العافية. شكرا جزيلا لكم لحضوركم ووقفتكم هذه. نسأل الله سبحانه وتعالى نلتقي قريبا بالنصر والفرج القريب لزميلنا على والخمس أسرى المضيمين على الطعام وجميع أسرانا، وما ذلك على الله عزيز، وإنما النصر صبر ساعة. نسأل الله أن تكون بهذه الساعة أن تكون قريبة، ونحتفل هنا سويا بالفرج القريب إن شاء الله لأخونا علاء. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، نشكر وقفتكم، نشكر الحضور، الزملاء المهندسين، المؤسسات، الفعاليات التي حضرت، نشكر لكم حضوركم جميعا، ويعطيكم العافية وبارك الله فيكم.